حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون ضيفي من عمان مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الأستاذ فيصل أو أستاذ غازي فيصل حسين. الدكتور غازي أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساك. يا مرحبا، حياك الله وتحياتي لمشاهديك الكرام. دكتور غازي، طرد الوفد الصهيوني من الممكن أن يتحمل أن القارة الأفريقية ترفض بشدة الموقف الصهيوني أو التواجد الصهيوني، أم أن الأمر أبسط من ذلك، هو فقط اختلاف وجهة نظر في وقت ما وزمان ما، الوقت والزمن الغير مناسبين للكيان الصهيوني أو لوفد الكيان الصهيوني وتم إخراجهم وأن الأمور ستعود عادية كما كانت؟ هل يتحمل الأمر أن يكون فعلا رفضا أفريقيا أو لا؟ يعني أعتقد هذا الإجراء مؤكدا يعكس طبيعة وموقف الاتحاد الأفريقي من القضية الفلسطينية. يعني تاريخيا منظمة الوحدة الأفريقية قبل أن تتحول إلى اتحاد أفريقيا أو الاتحاد الأفريقي تضامنت وساندت كفاح الشعب العربي الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأيضا كان لمنظمة التحرير منظمة الوحدة الأفريقية وللاتحاد الأفريقي لاحقا مواقف بناءة تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية. ونتذكر تماما بعد هزيمة حزيران عام 1967 وقفت الدول الأفريقية موقف دبلوماسي واضح، تبنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل من قبل العديد من الدول الأفريقية وقطع العلاقات الاقتصادية وغيرها. لكن تدريجيا مع الأسف نجحت إسرائيل في توثيق علاقات دبلوماسية مع العديد من الدول الأفريقية من خلال المصالح المتبادلة، حتى في مجال التسليح، في مجال التدريب العسكري للقوات المسلحة في هذا البلد أو ذاك. هناك اختراق لا شك إسرائيلي للقارة، والقارة الأفريقية بحكم طبيعة مشكلات الفقر، مشكلات الهجرة، التخلف، حاجة القارة للتكنولوجيا المتطورة، للمعلومات وغيرها، كل هذا دفع العديد من الدول الأفريقية لعودة أو استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وإسرائيل أيضا تنشط في مجال تطوير العلاقات الأمنية، يعني في علاقاتها مع الدول الأفريقية، إضافة نتذكر المسألة هود الفلاشة في أثيوبيا والنوميري عندما تعاون في نقل يهود الفلاشة من أثيوبيا إلى إسرائيل. فهناك أيضا إذا جاز تعبير قدر من التداخل الديني أيضا، وأيضا الجانب الاقتصادي والسياسي وغيرها من التفاصيل المهمة.